أهلا ومرحبا بكم أعزائي المتابعين وحلقة جديدة من برنامجنا الصحي صحتكم. سنتحدث في حلقة اليوم عن شيء يحدث مع جميع الأمهات ولا مفر من حدوثه، ألا وهو بكاء الأطفال. لماذا يبكي الطفل عزيزتي الأم، وما هو السبب؟ من المعروف لك عزيزتي الأم وعزيزي المشاهد أن الطفل في المراحل الأولى من عمره لا يستطيع أن يتكلم، وعند التعبير عن احتياجاته ومتطلباته فإنه يلجأ إلى البكاء كوسيلة لطلب المساعدة. ولذلك مع خبرة الأم والأهل تتولد لديهم القدرة على تمييز بعض أنواع البكاء للطفل ومعرفة احتياجاته. ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى بكاء الطفل الشعور بالجوع. الجوع هو على الأرجح أول ما تفكرين به عزيزتي الأم عندما يبكي طفلك، فهو أحدى أسباب بكاء الطفل وأكثرها شيوعا، خاصة لدى الرضع وحديث الولادة، لأنهم يحتاجوا إلى الرضاعة الطبيعية بشكل مستمر كل ساعتين. وهناك علامات قد تساعدك في معرفة متى يشعر طفلك بالجوع، وتمنحك زمام المبادرة في تقديم الطعام له قبل بدء بكائه. ومن هذه العلامات لعق الشفتين، وضع يده في فمه، استمرار إخراج اللسان. أيضا من أسباب بكاء الطفل المغص والغازات. مشاكل المعدة المرتبطة بالغازات أو المغص يمكن أن تسبب لطفلك البكاء، وعادة ما تكون الأعراض الدالة على إصابة طفلك في المغص أن يستمر بكائه لمدة 3 ساعات متواصلة خلال اليوم لفترة 3 أيام على مدار 3 أسابيع متتالية. كذلك يمكنك أن تلاحظي أنه يخرج الكثير من الغازات مع انتفاخ البطن، ويقوم أيضا بسحب ساقيه إلى بطنه عند البكاء. من الأسباب أيضا الحاجة لتغيير الحفاظة. قد يحتاج طفلك عزيزتي الأم إذا كان حفاظه مبللا أو متسخا أو ضيقا، الأمر الذي من شأنه أن يسبب تهيجا لبشرته الطرية مسببا له التسلخات، ولذلك يقوم بالتعبير عن ذلك الاستياء من خلال البكاء. ولأن في الأشهر الأولى للطفل لا توجد هناك أي روائح لإفرازات أو براز أو تبول الطفل، مما يجعل الأم قد تغفل عن ذلك. أيضا الاحتياج إلى النوم يسبب البكاء. قد تعتقدين عزيزتي الأم أن طفلك سيخلد إلى النوم بمجرد إحساسه بالنعاس والتعب، لكن أحيانا يصعب النوم لدى العديد من الأطفال، خاصة إذا كانوا متعبين جدا، مما يدفعهم للتعبير عن ذلك بالبكاء. وهنا يمكنك القيام بهز الطفل أو حمله لكي ينام. أيضا من أسباب بكاء الطفل تغير حالة الجو حول الطفل، فإحساس الطفل بالحر الشديد أو البرد الشديد يجعله يقوم بالبكاء، وهنا عليك مراقبة ملابس الطفل، فإذا كان الجو حار خففي من لبسه، والعكس كذلك صحيح. وأخيرا بكاء الطفل من آلام التسنين. التسنين يمكن أن يكون مؤلما بالنسبة لطفلك، فقد يعاني بعض الأطفال أكثر من غيرهم عند بدء بروز الأسنان لديهم، مما يولد لديهم الرغبة في البكاء. ويمكنك اكتشاف ذلك من خلال تحسس لثة الطفل لتلاحظي انتفاخ اللثة مع مقارنة عمر الطفل بمرحلة التسنين، ولا تنسي استشارة طبيب الأسنان لإعطائه الدواء المناسب. ختاما عزيزتي الأم، كانت هذه أهم أسباب بكاء الأطفال، لذا علينا أخذ هذه الأسباب بعين الاعتبار حتى تتمكني من تقديم الحل المناسب بالوقت المناسب. ودمتم وأطفالكم ومن تحبون في صحة وسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.